صباح الفل عليك. صباح النور. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. طبعا هندخل في اليوجا بتفاصيلها، بس الاول انا كنت لسه حتى بقول لك واحنا في الفاصل قلت لك انا بالزبط. ما سمعتش عنها قبل كده. النيرفانا هي لسه جديده ويعتبر انا اول مدربه في مصر موجوده حاليا فيها، بس بنبتدي بقى نعمل زي كورسز، يعني ان احنا ايه نبقى في كذا حد بيدرب نيرفانا، يعني ده هدف. ادينا خلفيه كده عنها، منبعها من اي دوله؟ هي منبعها من سلوفانيا، من اوروبا. المفروض ان هي مختلفه عن اليوجا الهندي، يعني المفروض ان اليوجا منبعها الهند. مظبوط. لا هي مدرسه واليوجا مدرسه، الاثنين فيهم حاجات مشتركه طبعا، بس الحاجات المشتركه اللي بينهم مش زي اليوجا وانواعها. يعني مثلا اليوجا حتى فيها انواع كتير قوي، فيها مثلا فانياسا وهاثا واشتانجا وراجا وباور يوجا، فكل دول بتحس في الاخر ان هم شبه بعض. لا النيرفانا مختلفه بقى. مختلفه في ايه بقى؟ مختلفه ان احنا بنبقى ماشيين بتكنيك تنفس معين، ده اول حاجه. طول السيشن بتاعتنا بنبقى التكنيك بتاعنا بيبقى انهال من النفس بتاعنا، بناخده من مناخيرنا وبنخرجه من بقنا، اللي هو التنفس البطني. مش ده قاسم مشترك ما بينها برضو ما بين اليوجا؟ احنا بنعمل التمرين ده في اليوجا في الاخر قبل المديتيشن. اوكي. يعني دايما بنعمل التمرين البطني ده او البي ال بي قبل المديتيشن، بحيث ان الناس تطلع الاسترس والتوتر اللي جواها. المديتيشن اللي هو التأمل، عشان الناس بس تبقى فاهمه احنا بنقول. تمام. هي اليوجا ثلاث خطوات، ثلاث حاجات. بنبدا بتمارين تنفس وجسديه، وبعد كده بنبدا في تمارين اللي هي الصفاء الذهني اللي هي التأمل. حلو. تبتدي الناس تهدى خالص وتبقى ريلاكس، وبتخرج حتى من السيشن هاديه. طب انهي اللي بيعمل مفعول اكبر فيما يتعلق بالهدوء، هل النيرفانا ولا اليوجا؟ الاثنين حلوين. انا بدرب ده وبدرب ده، فما اقدرش اقول ان انهي احلى من الثاني. طب انهي اصعب في تطبيقه؟ برضو على حسب اللي جايه تحضر. يعني ممكن مثلا واحده جايه تحضر عجبتها النيرفانا، هي النيرفانا بتعجب عموما الناس الهايبر، الناس اللي بتتحرك، لان هي فيها حركه هي اكتر فيها حركة. من احنا الحركات بتاعتنا كلها فلو، بنتحرك كاننا حتى بنرقص. أوكي. مش شبه اليوجا فيها بوزز ثابته واشكال لا احنا بنتحرك فيها كاننا بالظبط بنرقص. معنى كده ان النيرفانا برضو ليها فوائد جسمانيه الى جانب النفسيه. بالظبط كده. هي طبعا بتتون العضلات، غير طبعا ان هي بتنقي الجسم كويس قوي من السموم. طريقه التنفس بتاعتنا اللي هي البي ال بي ديت، اللي هي التنفس البطني ده، المفروض ان هو بيخلي الصدر يوسع اكتر، فبالتالي بيستقبل كميه اكسجين اكتر، وينظف الجسم احسن. اوكي. احنا بنبقى شغالين ده من اول لحظه في السيشن. بنعمل تيست كده للتنفس، اشوف مستوى الناس، كل واحد يعرف مستواه قد ايه. وبعد كده بندخل بقى سيركت سيركت سيركت، كل سيركت ليها طريقه تنفس مختلفه.